قلنا ناخذ الليد، قلنا ناخذ الليد ثم السيتر باستخدام شنو ها الروت لوكس حاليا، باستخدام الروت لوكس. طبعا راح ناخذ ان شاء الله الموضوع الاخر اللي هو بود بلوز، راح نشوف انه شلون نصمم الليد واللوك بالبود بلوز. صح، على كل هسه احنا بالروت لوكس. خلنا ناخذ مثال اخر، لو كان عندي هذا المثال امامكم عندنا بهذا الاي وهذا الكي، فالخطوه الاولى يقول لك خلي الاي يساوي صفر، هاي الاي صفر وارسم لي الروت لوكس عندما الكي تتغير. الخطوه الثانيه العب العكس، الكي يساوي شنو 9، هذا الكي يساوي 9 وارسم لي الروت لوكس عندما تتغير الاي، ماشي عندما تتغير الاي. ف نجي هنا عندنا شنو هو هذا فترة التوضيحي، وضح لنا شنو انه هذا النظام عندك بلانت وهذا الكنترول، هذا الكنترولر. طبعا هنا الليد راح يصير هنا، هذا الليد واللاب والبي اي دي ان شاء الله راح نصممه كله هنا. فلما يقول لك احنا عندنا هنا نبي مشكله هذا النظام، اي نظام مثلا السابورتي مالته ما تعجبني، الريسبونس مالته ما يعجبني، فاضيف له هنا فانكشن اخر اللي هو الكنترول مالت، اضيف له ما بولز ما زيرو واغير شنو الريسبونس مالته. زين يقول لك بليس كلوز لوب، الخطوات شنو الخطوات؟ انه خلي البولز بالموقع اللي تريده بالديزاير لوكيشن، ماشي زين. باي تيونينج ذا جين، هاي هنا اما عندك فد كونستانت اما هي شنو ما عندك هي فد داله فانكشن اوف اس. فاذا غير هذا الجين فور تايم دومين عندك غيرها بحيث شنو سبيسيفيكيشن داين دومين ات ويل مات يور يور ريكويرمنت على مود انت شرايد مثلا سيتلك تايم جيت اوفر شوت جيت كذا كذا، ضل تغير بهاي القيم كي لا تحصل اللي انت تريده. وانا من البروسيس مال ديزاين، اذا الروت لوكس داز نوت باس يور ديزايرد لوكيشن، اذا الروت لوكس بعد ما غيرت هاي غيرت الكي الروت لوكس ما راح تمر بالديزايرد لوكيشن مال البوز اللي ترايده، ليش تسوي روح غير غير شيب ذا روت لوكس غير، اما اضيف لك زيرو ما اضيف لك فول للاس هاي الاس كانت سي سي كانت شنو العفو سي سي كانت شنو سوي كي، اما اضيف لك اضيف لها فول اما اضيف لها زيرو يسوي لك كومبنسيتر ديزاين. زين شلون هاي الخطوات راح نشوفها هسه. حاليا اول خطوه انت كنت تاخذ ان انديكيشن انه لما نضيف بول ايش راح يصير، لو خلينا بول واحد، لو خلينا عندك تجي بول واحد هنا خليناه، فتشوف النظام راح يصير عندك شنو، راح يصير عندي خط واحد. لو نضيف بول ثاني شوف هنا كان شنو كان تقريبا مستقر كله وين بالليفت هاند. لو خلينا بول ثاني ايش سوى؟ سحب هاي كلها ودناها لوين؟ دناها للماجينري اكسس. طبعا شنو بعدها المستقبل بس شنو صار قريب عن الماجينري اكسس. زين لو ضفنا بول اخر صار ثلاثه اللي يشوفون امامكم، فدخل وين؟ منطقه شنو؟ الانستابلتي اللي هي بالرايت. فنستنتج انه اضافه بول راح يسحب لي الروت لوكس وين؟ لليمين، راح يخلي لي النظام شبي less stable، راح يخلي شنو بطيء slow down the settling time. فهنا سحب هنا وقرب هنا المعجون اكسر عندي صار slow down the settling time. زين لو نجي نضيف zero، نضيف zero ساعدنا هذا النظام ضبنا له ضبنا له zero هنا، شو بس ضبنا له zero هسه سحب هذا من جهة خلاه ليا stable. زين لو قربنا هذا zero لهذا المكان، قربنا له المكان سحب لي اياه بعد دون لليسار خلاه نشوف. لو بعد اقرب هذا الزيرو لهنا اجي ارسم الروت لوكس خلاك مور مور ستيبل. فاذا اضافت زيرو للنظام شلون راح يصير بولينج ذا روت لوكس للليفت، راح يسوي مور ستيبل وادور شنو سبيد اوف ذا سيتلينج تايم، راح يسرع لي الاجابه مال الاستجابه النظام. زين عندي معلومات اضافه شنو الفول والزيرو. زين عادي اونلي زيرو، لو اضيف زيرو للنظام او فانكشنال راح يسبب لي مشاكل دائما. لو اضيف بس زيرو للنظام بهالشكل راح يسبب لي مشاكل شنو؟ ليش؟ لان الكنترولر امبليفاي ذا هاي فريكونسي نويز، راح يصير عندي مشكله ان شاء الله راح نشوفوها بالمقدم بالدراسه. راح الهاي فريكونسي نويز راح تدخل للنظام وهاي تسبب لي مشاكل. عمليه اضافه هسه انت حاليا حط ببالك عمليه اضافه زيرو واحده للنظام راح يخلي الهاي فريكونسي راح
خلي معلومة هاي فريكونسي نويز تصل للبعض. شنو هاي فريكونسي نويز؟ مثلا عندك سنسر بي نويز بقراءة مثلا راح هاي الستيت مثلا هي شنو مثلا نقول جناح طائرة او حرارة او ضغط او كذا من يقراها يقراها عندك سنسر على مود رجع لك اياها. فهاي القراءة هذا سنسر بي نويز دائما اولويز ماشي اولويز بي نويز. فالنظام اغلب الانظمة شنو ما تاخذ هاي النويز بس شنو عملية اضافة شنو اضافة هذا الزيرو واحدة راح تخلي هاي النويز تدخل للنظام راح تسبب لي مشاكل راح القراءة تطلع خطأ زين. adding only pole اذا اضفنا بس pole واحد pole خالي هم راح يسبب لي مشاكل ليش راح يسوي الانستابلتي للنظام ماشي باي موفينج ذا كلوز لوب pole تو ذا رايت راح يسبب لي مشاكل. وبذلك احنا شنو ما نقدر نضيف بس pole يو زيرو لازم نضيف اثنين عشان نفس نشوف شلون. These facts can explain the wave frequency. طبعا هذا اكو موضوع اسمه frequency response analysis ان شاء الله راح ناخذ وراء هذا الموضوع وراء الروت نودز. وبذلك شنو انه افضل طريقه انه نضيف زيرو بول زيرو بول راح نشوف النتائج تطلع الطف واحسن. ف فشو صح ولا صح lead and lag compensator lead and lag compensator واضح. الليد شنو الليد مساعدنا هذا الكون هذا البلانت وهذا شنو هذا الكنترول اللي هو احنا راح نحط كومبنسيت اللي هو هذا السي يساوي انك اي هنا بولو بولو زيرو نضيف بولو زيرو زين. ايش قد قيمه البولو قد قيمه الزيرو الاثنين هنا انا اشوف موجبات يعني هنا بالسوالف يعني ستيبل. اذا خلينا الزيرو قبل شنو البول فشو صح ولا صح ولا ليد كومبنسيتر هاي فضلها مهم صح ولا ليد كومبنسيتر هاي العمليه ليد كومبنسيتر اذا هذا زيرو شنو قبل الفول بمعنى اخر هنا ايش قد الرقم يعني مثلا هنا ايش قد الرقم هو اقرب لمن للإماجينري أكسس من هذا يعني هنا فهذا اذا هو اصغر من هذا واضح هذا اصغر من هذا فاذا راح يصير عندك شنو راح يصير عندك هنا الزيرو اقرب للإماجينري من الفول صح لليد. اذا كان بالعكس الزيرو ابعد للإماجينري صح لللاج فإذا قلت لك صمم ليد كومبنسيتر تعرف انه هذا الشيء لازم يصير عندك تعرف ان انا الارقام هذا لازم يصير اصغر من هذا واضح. اذا قلت لك لا كومبنسيتر فانت تعرف بالمقلوب انه هذا لازم يصير اقرب للإماجينري فتخلي هذا الرقم صغير وهذا رقم كبير واضح. فكنت تفهم شنو الليد شنو اللاج. اذا قلت لك صمم لي ليد تعرف ان الارقام ايش قد تخليها يا الاقرب يا الابعد. واذا قلت لك صمم لي لاج تعرف الارقام تخليها يا الابعد يا الاقرب زين. هسه بعدين نعرف شنو معنى الليد واللاج بالمستقبل محاضرات الأخرى. زين هسه حاليا حط ببالك حط ببالك انه الليد الليد راح يعطيك زاويه موجبه يضيف لك اضافه زاويه موجبه شلون. خلينا ناخذ انه بما انه احنا هذا السي هو الكنترولر زاويه مالته شنو قلنا زاويه يعطيك اياها موجبه. لو كان عندي هذا الليد احنا ضفنا له بول وزيرو بما انه هو ليد فاذا الزيرو اقرب من من للإماجينري أكسس فهذا الزيرو وهذا الفور. لو ناخذ نقطة تيس عروض شو اسمه عروض لوكس ناخذ زاوية هاي الزاوية بنشوفها بنشوف هاي الزاوية هي أكبر من 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 هاي الزاوية هاي مال الزيرو بعد بس هذا جر خط من هنا وهذا جر خط نبي هاي الزاوية أكبر من هاي الزاوية. وبذلك هاي الزاوية ناقص هاي الزاوية راح تعطيني قيمة موجبة. فلذلك الليد كومبنسيتر راح يضيف لك شنو زاوية موجبة. اللاج كومبنسيتر اللي هو هذا امامكم تشوفون هنا اللاج كومبنسيتر راح يعطيك زاوية سالبة شلون انه راح تكون زاوية الزيرو ناقص زاوية الفور فزاوية الزيرو هاي اصغر من هاي فهاي ناقص هاي تعطيك زاوية سالبة. زين ذني معلومات حطها ببالك. القواعد مالت الليد لاج شنو انه الليد الليد ذني تحفظها يعني تفهمها لازم تفهمها انه الليد راح يعطيني شنو يحسن لي ترانزيت ريسبونس ويحسن لي شنو استابلتي. الليد شنو هو الليد هذا الليد اللي هو شنو الزيرو اقرب من الإماجينري شو يسوي لي يحسن لي ترانزيت ريسبونس ويحسن لي استابلتي. اللاج شو يسوي لي يقلل لي الستيدي ستيت ايرور. اللاج يقلل لي الستيدي ستيت ايرور. وبذلك افضل شيء افضل شيء شو يسوي ندمجهم اثنين نسوي ليد لاج على مود هم يتحسن عندي ترانزيت ريسبونس هم امبروف ستابلتي هم شنو يتحسن عندي ستيدي ستيت ايرور. ولذلك يسوي ليد لاج كومبنسيتر تيكس انتو اكونت اول ذا ابوف ايشوز. فسمم واحد
كنترولر جديد بيهم ليد وبيهم لاج، واضح؟ ناخذ